الفيلم بيبدأ بالطفل الشقاليطة اللي عنده 13 سنة وأبوه وأمه توفوا في حادثة، واللي شعرها شبه الإندومي دي تبقى جدته اللي هتاخده تربيه معاها في البيت. ولما راح يعيش مع جدته حست إنه حزين لفراق مامته وباباه، فحاولت تغريب الأكل فعملت له ناجتس، فقال لها ماليش نفس. قامت مشغلة له غنوة مهرجانات وقعدت ترقص شوية عشان تخرجه من المود. بس للأسف الواد شيكاليتا مطنشها ومديها العبيطة. تاني يوم عملت له كيك وعصير برتقال وقالت له لو بتحب مامتك كل الكيك ده وهو سخن. قال لها يا تيتا الكيك وهو سخن بيجيب إسهال. قالت له طب سقيه عصير البرتقال. فالواد اتبسط وأكل. بعدها جابت له فارة من سوق الجمعة كده يتسلى بيها، وخدته على البانيو تحميه وتمرشه بالليفة عشان تخلي فروة راسه نظيفة، وقدرت تخرجه من حالة الحزن والاكتئاب اللي كان فيها. وكان في شخصية غريبة كده مريبة بتراقبهم وهما بيرقصوا هو وجدته. تاني يوم راحوا السوبر ماركت، فلقى الست اللي كانت بتراقبهم وقالت له تاخد شوكولاتة تدوب في بقك زي البطاطا. وطبعا هي ساحرة شريرة وكانت عاوزة تبعده عن جدته عشان تخطفه، بس جدته لحقت ونادت عليه قبل ما الساحرة تأذيه. هما رجعوا البيت حكى لها إن الست دي في إيديها فيها تعبان وحاولت تغريب الشوكولاتة، فقالت له إن دي ساحرة بتخطف الأطفال الصغيرين وبتحولهم لفران وديوكا وبلالين، وأي حد بيتحول لفار ما بيعرفش يرجع إنسان تاني. وحكيت له حكايتها وهي طفلة صغيرة، وكانت هي وصاحبتها بيملوا جرادل المية وبيعدوا شريط القطر والزراعية، فبتبص وراها لقت صاحبتها اختفت وسابت جرادل المية. فلقت الساحرة المؤذية بتكلم صاحبتها وبتديها الشوكولاتة، فصاحبتها رئة جري لما شمت ريحة البطاطا، أكلت شوكولاتة يعني. بعدها حست إنه بينزل لها لغلغ ومنقار وتحولت لفرخة هجين كده بجلبية، فخدتها تربيها في عشة الفراخ وكانت بتأكلها علفة بروتين 22%، واهتمت بيها وما قالتش لحد إنها صاحبتها عشان ما يقولوش عليها مجنونة ويذبحوا الفرخة ويعملوا بيها شوربة. المهم إنها بتقول له شوكاليطة يلا بينا نروح نقعد كام يوم في فندق بعيد عن الساحرة دي وأول مرة نغير جو. وصلوا الفندق وحجزوا أوضة وطلعوا يرتاحوا، بس الفندق كان فيه مؤتمر خاص بالأطفال. فالساحرات انتهزوا الفرصة وجم هم كمان الفندق ومعهم الساحرة القائدة اللي بتديهم الأوامر أم بورنيتا وعندها بشلة في بقها دي. تاني يوم شيكاليطة طلب من جدته ينزل المية، فجدته قالت له خد راحتك يعني. فالولد وهو نازل دخل القاعة اللي هيتعمل فيها مؤتمر الأطفال بعد يومين، وأول ما دخل اتفاجئ إن زعيمة الساحرات وصلت ومعها الشلة بتاعتها، فاستخبى تحت الاستيج هو والفارة بتاعته. فالزعيمة طلبت منهم يخلعوا الجوانتيات والشوزات والباروكات، وكان شكلهم غريب كده وإيديهم ورجليهم شبه الشياطين. شيكاليطة ما كانش مصدق عينيه، وفجأة لقى الزعيمة شدت دودة من قرعتها أعوذ بالله وحطتها في بقها وشفطتها الله يقرفك، وقعدت تكلم الساحرات وتفتح شرم بقها اللي بقى شبه مغارة علي بابا ده وتقول لهم لازم نخطف الأطفال الغلابة ونحولهم لفرين. ووريتهم محلول بنفسجي كده وقالت لهم إن نقطة واحدة بس منه تحول أي طفل لفار خلال ثواني، وهوب الساحرة شمت ريحة شيكاليطة، خرب بيتك هتتقفش، وقعدت تشمشم بمناخيرها عشان تحدد مكانه، وهوب شالت الستيج، بس كان شيكاليطة هرب واستخبى في مكان تاني. في نفس الوقت بيخبط طفل صغير تاني على الباب، فالساحرات دخلوه واستغلوا الفرصة وقفلوا عليه الباب. وزعيمة الساحرات عرضت عليه الشوكولاتة اللي فيها المحلول اللي بيحول الشخص الفار، وشيكاليطة كان بيراقب اللي بيحصل وهو مزمهل. وأول ما الطفل أكل الشوكولاتة طلع دخان بنفسجي من ودانه ومناخيره وتحول لخالتي قطاطة، تحول لفار يعني، وبدأ يجري على الأرضية الباركيه والكل يحاول يدوسه برجليه. وشيكاليطة لقى الفارة بتاعته بتتكلم وبقى ضارب لخمة ومش فاهم حاجة، وتاري الفارة البيضة دي كانت طفلة والساحرات محولينها هي كمان لفار. وفعلا شدت الواد الفار من ديله وحاولت تنقذه من بين إيديهم، ودخلت بيه عند شيكاليطة. شيكاليطة قال له اطمن انت في امان، بس فجأة لقى زعيمة الساحرات فتحت عليه وقالت له بتعمل ايه هنا يا شيكاليطة، بتغفلني ومفكرني عبيطة؟ وقامت شداه ومجرجراه من ودانه، والساحرات كتفوه وحطوا له المحلول في ودانه، وهوب برضه طلع دخانه. وبقى الفار الصندوق اللي اكل البندق اتحول لفار. ولقى الساحرة هتشده من ديله ومسكت المطرقة عشان تفرقعه وتفطر بيه، بس الفارة البيضة عضتها في إيديها فضربت إيديها بالمطرقة وجالها تقوس حد في الأطراف، وحاولت تلحقهم وإيديها تمطت زي الأستك، بس برضو عرفوا يهربوا منها. بعديها ما كانوش عارفين يتصرفوا إزاي، فشيكاليطة اللي تحول لفار لونه شبه الحنة كده قال لهم لازم نوصل لجدتي، هي اللي عندها خبرة في موضوع الفران ده.
ولما وصلوا الأوضة جدته فضلوا يتشعبطوا عشان يضربوا الجرس، بس العاملة بتاع النظافة شافتهم وجريت وراهم بالمقشة، بس لحقوا دخلوا عند جدته. قعد يكلم جدته ويقول لها أنا شيكاليتا يا بنت العبيطة. فوطت بجسمها على السجادة كده عشان تكلمه، فقال لها على الخطة بتاع الساحرات إنهم معهم محلول بنفسجي بيحول الأطفال لفيران، وعمل هو وجدته خطة لسرقة كل أزايز المحلول. وقعدت تراقب الساحرات وجابت عصاية الغزل اللي شبه بتاعة الشيش طاووق دي، وركبت الفرش شيكاليتا في الغزل اللي شبه الشراب، ووصلته لحد أوضة المحلول. ولما دخل لها أزايز كتير جدا ومعرفش ياخد غير إزازة واحدة منهم، والساحرة دخلت فجأة فاستخبى منها، بس لقاها بتفتح شنطة مليانة فلوس، فبسرعة أخد بعضه وهرب في الشراب الغزل بتاع جدته. لما حست بيه ومسكته جدته قالت لها لا مؤاخذة، النول اتدلدل مني غصب عني، ووصل الفار بالسلامة ومعاه إزازة المحلول. والساحرة بعدها بلغت مدير الفندق يجهز عشاء جماعي كده ليها ولكل البنات اللي معاها، بس الفرنس سمعوها وهي بتتكلم معاه، وقرروا إنهم يروحوا المطبخ بتاع الفندق ويحطوا المحلول في العشاء اللي هياكل منه الساحرات. وصل الفار الشيكاليتا للمطبخ وحاول يحط المحلول في صلصة الطماطم، بس غير رأيه وحطها في شوربة الخضار. بعد ما خلص كانت جدته منتظراه وقاعدة على ترابيزة في المطعم قصاد الساحرات تراقبهم، وفعلا الساحرات كلهم شربوا الشوربة، والزعيمة بتاعتهم لسه هتدق أول ملعقة شوربة، بس لاحظت إن الجدة بتبص لها وبتراقبها. فالساحرة وقفت أكل وراحت لها قالت لها أنت كنت قصدة توقعي الشراب عندي بمزاجك، وأكيد وراكي حاجة. والفران لقوا مفتاح الصندوق بتاع الفلوس قدامهم راحوا مقلبينه منها، وهوب السفرة بتاع الساحرات اتحولت لشقلبازات، والساحرات تطلع دخان وتتحول لفرين، ومطعم الفندق كله اتملى فرين، لدرجة ان مدير الفندق حب يهزر مع فار منهم، فالفار همشوا في المصلحة وكهربوا وخلاه يصرخ زي الستات. وهربت الجدة بالتلات فرين وخدت المفتاح وراحت قط الساحرات، وحاولت تتخلص من كل أزايز المحلول، بس دخلت عليها الساحرة فجأة وكسرت السرير كأنها شيطان، وقالت لها هنتقم منك لموت كل الساحرات، ولسه هتقتلها. بس الفران عملوا قذيفة لإزازة محلول مباشرة كده ناحية بقها اللي شبه المغارة، وتحولت الساحرة لفار شكله مقرف كده ومخيف، وطلعت تجري ورا الفران، بس الجدة أنقذتهم وحبستها بالشفشق الإزاز، والفران ما صدقوا وقعدوا يغزوها ويكيدوها. والجدة فتحت الخزنة وأخدت الفلوس ولقت كمان كتاب، واكتشفت إن فيه عناوين كل الساحرات على مستوى العالم، وأخدت كل أزايز المحلول عشان تحولهم كلهم لفران، والساحرة الشريرة بيطلع لها قط يربيها. بعديها الجدة راحت لأم الطفل اللي تحول لفار وقالت لها ده يبقى ابنك، فالولية اتصرعت يا عيني. بعديها خدت الفران ورجعت بيتها وعملت لهم مدينة ألعاب وملاهي كده على الضيق، وكانوا فرحانين قوي إنهم مش هيعملوا الواجب بتاع مس انشراح بتاعة الإنجليزي. وبعد 10 سنين كبر الفار الصندوق وبقى عجوز، وكانت الجدة قضت على كل الساحرات وعاشوا كتابات ونبات وخلفوا فران وسحليات. الملخص ده برعاية كشك عم أرنبيطة للبان الدكر والبونبوني والشيكاليتا. لو عجبكم ملخص الفيلم اعملوا فولو وسبسكرايب يا شوكولاتات، واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وقبل ما تمشوا خدوا لف على باقي الملخصات، وصاحباتكم السلامة.